بسم الله الرحمن الرحيم. من اللي حفظ الجد والاخوه؟ ايوه سيدنا الشيخ شخامد البركه. الله. ونبتدي الان بما اردنا. باب الجد والاخوه. طيب. ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوه اذ وعدنا. اعطيه المسجد. باب الجد والاخوه. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمات عنه نازلا إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيجاز عن استفهامي فاقنع بإيضاح عن استفهامي وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذا لا باب تنقصه تنقصه عن ذا يا نقصه ولا أنقصه أنا شفتها في الضبط عندي تنقصه خلاص تمشي الاثنين كيف وإن يظهروا عليكم تنقصه لا ينقصه إلا ولا ينقصه لا يرقب لا الآية لا ينقص لا يرقب فيه لا الآية الثانية فيها طب اقرا بس يقال نقصه تنقصه في ساحل او نقصه او القسماش زي ما عندك حلو هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه ناظر نازلا بحال وهو ايوه الايه اولها ايه الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين يلا سيدي وهو مع الإناث عند القسم مثل أخي في سهمه والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسبان الآب لدى الأعداد وارفقان الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العبد حافظات يا بنات عند فقد الجد سمع لكم حافظات ها تضحكي حافظه طيب ماشي هذا لك تحفظوا اسمع لكم في الدرس القادم بعد انتهاء الدرس هاجي لكم اسمع واحده واحده نعم حافظت بالغيب ما حفظ الله يا حفظ الله والله الله الله اسم الله لا يا حفظ الله حافظات للغيب بما حفظه الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن قراءة أبي جعفر رضي الله عنه والأرحام فانصب أم كلا كحفص فك واحدة معه قياما وجاهلا أحل ونصب الله واللاتي أد فضل واسقطان الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد بارك الله يلا بعدها بقى الأكدرية أي الأخت باب الأكدرية والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كمالها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدارية وهي بأن تعرفها حالية
فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. جزاه الله خير الجزاء وجزاك الله خير الجزاء. وما زلت أوصي أحبابي وأبنائي وإخوتي وبناتي وأخواتي بهذا العلم الشريف. الآن وقع ما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم أبي أمي رسول الله، فإنه أول علم يفقد في الأرض، وقد فقد فعلا علما وعملا، يعني تطبيق المواريث الآن بقى صعب جدا بين الناس وثقيل، وخاصة الرجال حق البنات حق الأخوات. هتاخذ الأرض تلتها الولد فلان، يا عم هو حق ايه؟ اشمعنى انت؟ ما انت برضه ابن فلان. فحضرتكم يعني أرجو العناية بهذا العلم لله تعالى، وكل شيء إذا أردت به وجه الله سبحانه وتعالى هان عليك التعب في تحصيله، وكل شيء إذا أردت به رضا الله وجه الله تعالى هان عليك التعب في تركه. نحفظ الرحبية، وفي المجلس القادم كده يا ريت كده يكون الشباب حافظين كده والشباب بحافظات، وسمع للرجال والنساء كده في ناخد وقت ربع ساعة تلت ساعة كده تسميع قبل الشرح. اتفقنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والبسه ثوب الصحة والعافية، والقائمين على مشيخة الأزهر ومؤسسة والجامع الأزهر، إداريين وعاملين، فرق التصوير، رجال الأمن، الصوت، الهندسة، كل العمال العاملين من سباكين وكهربائية، كلهم يا رب، كل من له نشاط في هذا المكان المبارك. أسألك يا رب أن تشملهم بحفظك ورعايتك وتوفيقك، ووفقنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو فرع في الشجرة، شجرة ده الساق، ده إيه؟ الساق. وطلع فرع كده أو. وطلع منه فروع هنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده الجد وده ايه؟ الأب، ودول ايه؟ الأخوة. إذا هذه الأخوة أمت واحد اثنين، ومات واحد منهم، قربته بالثاني عن طريق مين؟ عن طريق الأب. وقرابة الأب الجد للأخ عن طريق مين؟ الأب برضه. طيب، يبقى إذا الجد يساوي مين؟ الأخ. يساوي الأخ كمان مرة أهو، خلي بال حضرتك، آدي الساق بتاع الشجر أهي الساق، وطلع منها فرع، ده الأب، طلع من الفرع ده فرعين، الفرعين دول قرابة هذا لهذا عن طريق مين؟ الأب. عن طريق الأب.
وقرابة الجد اللي هو الأصل بقى للأخ عن طريق مين؟ الأب. لكن هو له إيه؟ امتياز، لأنه أصل. وهل الجد أبو حقيقة أم مجازا؟ اختلف في ذلك. والصحيح أنه إيه؟ مجاز. وسواء وهل الابن ابن الابن ابن حقيقة أم مجازا؟ الصحيح أنه إيه؟ أيضا مجاز. لكن هنا حضراتكم بالنسبة لابن الابن أجمع العلماء قديما وحديثا على أن ابن الابن عند فقد الابن كالابن تماما، لم يفرقوا بينهما إرثا وحجبا وتعصيبا. تمام؟ يعني مات وترك ابن فقط يرث جميع المال. طيب ابن ابنه أب، يبقى الأب هنا فرضه إيه؟ سدس، والباقي إيه؟ لابن الابن. هكذا في جميع الأحوال. أما الجد فلم يتفقوا على ذلك، بل اختلفوا كثيرا. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه جمع علماء الصحابة وقال لهم أريد أن تتفقوا على رأي في الجد والإخوة. أريد إيه؟ أن تتفقوا وتجمعوا على رأي في الجد والإخوة. فلما اجتمعوا نزلت حية من السقف فرقته. حية التعبان، عارفين التعبان؟ تعبان نزل من السقف كده في السقف، أمين إيه؟ خرجوا سريعا. قال انصرفوا، أراد الله ألا تجتمعوا. اللي بيجعلوه مكة زي الأب مش في جميع الحالات، مش زي الأب. اللي بيجعلوه زي الإخوة برضه ما ليس مثل الأب. اللي بيحكم بين الإخوة لكن برضه في أمور مش مساوي تماما لإيه؟ للأب. لكن احنا على هذا ما اتفق مذهب الإمام الشافعي، وقد وافق زيد رضي الله عنه. زيد لما أعرفه إخواني لم يتكن هناك دروس خصوصية من الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يكن يخص أحدا بشيء، ولكن فهم يؤتاه المسلم. هو معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ. هل كان رسول الله يخص معاذا بالدروس؟ طيب يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة بين يدي العلماء رتوة، يتقدم علماء الأمة. كان عمره كم سنة معاذ؟ 30 سنة. عند أيه؟ 35. عند أيه؟ لما راح اليمن؟ لا لا، عند الوفاة. عند الوفاة 35؟ أو 33. ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر وكان عمره 18 سنة، والبركة كلها في الشباب. يتقدم علماء الأمة رتوة، يعني رمية بإيه؟ بحجر. إذا كان بس لاحظوا إن ما أي فضيلة من الفضائل ده ما لهاش لازم. كويس كده، هتتعبني زيادة، ما لهاش. لا لا لا، هذا الفضل الأعظم الصديق الأكبر في كل شيء. أعلم الناس جميعا بالشرائع بعد الأنبياء والرسل هو سيدنا أبو بكر. أشجع الأمة، الناس بفاهمين، الناس بأخذ صورة كده أن سيدنا أبو بكر الرجل الطيب. هل تعلم أنه كان أشجع الأمة بشهادة مين؟ سيدنا عمر. لا، سيدنا علي. بشهادة سيدنا علي. وسيدنا عمر برضو كان قدامه ايه؟ ولا قدامه سيدنا ابو بكر. سيدنا عمر حسنة من حسنات سيدنا ابو بكر.
سيرك ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه جبريل، فقال هذا عمر بن الخطاب مقبلا. قال أتعرفون عمر بن الخطاب؟ قال نعم. قال حدثني عن فضائل عمر. قال لو حدثتك عن فضائل عمر مدة مكث نوح في قومه لم تنفذ فضائل عمر. قال راجع الحديث في أسد الغابة لابن الأثير وشوفه بقى موضح لك ازاي فعلا هل صحيح انه لو قاعد يتكلم سنة مش هيخلص. انا شوف الفضائل بتاع سيدنا عمر. سيدنا ابو بكر الصديق افضل الامة، ما طلعت شمس ولا غربت على احد بعد النبيين افضل من سيدنا ابي بكر. على ما لأحد عندنا يد إلا وكفأناه بها إلا أبا بكر فإن الله يكافئه. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الله. قال رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أميك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سامه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لا يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. انتهى الباب. قصد بني الإخوة من الأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. إذا كان إما أن يكون، أنا خذها بالترتيب، إما أن يكون معهم صاحب فرد أو ليس معهم صاحب فرد. الأول إن لم يكن معه صاحب فرد فله الأفضل من إيه كم؟ من المقاسمة، المقاسمة أو ثلث المال. المقاسمة أو ثلث المال، فترى مرة تكون المقاسمة أفضل، وهذا إن قلوا عن مثلين. إن قلوا إيه؟ عن مثلين. إن قلوا معنى مثلين يعني إيه؟ يعني مثلا مثل الجد الأخ والأختان، هذه المثلين، هذا معنى قولنا نقلوا ايه عن مثله. المثل الاخ يبقى مثله، اختان يبقى مثله. اذا اذا كان معه جد واخ يبقى كده مثله فقط، يبقى ياخد ايه نصف المقاسمه. مقاسمه المقاسمه نصف المال. طيب جد واخت أقل أيضا يبقى هياخد إيه؟ مقاسمة. هنا هيقاتل ضعفها، هياخد سامين الذكر مثل حظ الأنثيين، وهي سهل الذكر مثل حظ الأنثيين. أنا جد وأخ، أخت وجد، أختان وجد، أخ وأخت وجد، ثلاث أخوات وجد. كم سورة؟ خمس سور. هذه الخمسة فيها إيه؟ مقاسمة. المقاسمة أفضل. إذا كان معه مثليه، ونعني بالمثل هنا الأخ والأختان، وذلك أخوان وجد، أخوان اسمه محمود اللي جاي يا شيخ، أخوان وإيه وجد، يبقى نقسم على كام؟ على ثلاثة. يبقى المقاسمة وثلث المال سوا سوا. أو
عادي 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 هو فيه ما عارفش تقول له تعال خذ العصا هاي اقول ها اقول قول له عصا كذا تعال خذ هذا الطرف على السلام اخوان وجد اربع اخوات وجد اخ واختان واختان وجد في حاجة تانية؟ لا ثلاثة بس ثلاثة بس قولهم كده اخ واختان نعم اخوان ها أه. اربع اخوات لا اربع اخوات اربع اخوات يا في هذه الحالة ايه؟ سواء ما عدا ذلك لا ينحصر بقى 20 اخ وجد 15 اخت وجد 34 اخ وجد كل ده ايه ان الصور التي تزيد على مثليه لا تدخل ايه تحت حصر كده تمام طيب اذا كان بقى معه ايه صاحب فرد فله الافضل من ثلاثه المقاسمه وثلث الباقي والسدس وسدس المال المقاسمة وسدس المال وتارة يأخذ إيه سدس المال وليس عنه نازلا بحال طيب إذا لم يبق من التركة إلا السدس بنتان وأم وجد وإخوة من اللي يورثهم بقى يلا يا شيخ بنتان لا لا بنت ما قلناش لا خليك معايا اصبر احنا لنا اصطلاحات علميه لغه خاصه بينا لما نقول بنت ما تبقاش اخت بنت يا بنت المرحوم خدت بالك بنت تبقى ايه بنت الميت بنت الميت لما نقول ام مش ام العيال ها خليك معايا لا ماشيين خلي عشان تبقى معايا في الاصطلاحات بتاعتنا لما نقول بنت تبقى بنت المرحوم بنت الميت لما نقول ام في واحد يقول لك ايه مات وساب ام ومش عارف يقصد بالام مين الزوجه ام العيال ويورثوا غلط بقى في الاخر لا ما عارفين استفسارات بقى ما بسيبش كلها بالمزاج لازم الاستفسار التام زي مثلا الشيخ بيقول لك لا مش بنت مش اختين بنات لا ده بنات الميت الراجل اللي مات او الست اللي ماتت سابت بنتين وام وجد واخو مين اللي هيورثها؟ بنتين وام ايوه يلا المسألة دي من ستة تحاضر البنتين هياخدوا كده أربعة والأم الأم هتاخد سهم والجد خلاص كده هيبقى فاضل سهم واحد ياخدوا الجد وتسقط الإخوة طب إذا لم يبقى شيء بنتان وزوج وأم ماشي دي المسألة هنا هتبقى من 12 يلا الزوج هياخد ثلاثة طيب والبنتين هياخدوا 8 بقينا كام ماشي كده كده 11 ماشي واقف مين كام حضرتك والام هتاخد سهم واحد استدعاء الله يرضى عليك وارجوكم اللي بتكلم معاه اتركوني معه بس هي سدس يبقى هتاخد 2 ايوه اتفضل باخد بال حضرتك يبقى كده هتعول هتعول لي كام هتعول 13 طب والجد هنجيب له منين هنفرض له بقى أنا نفرض له سهم ويعد تعول 15 الله يرضى عليك يبقى كده ايه لا يسقط الجد ابدا ولا ينقص عن السدس سواء السدس كاملا ام السدس ايه عائلا تمام طيب نيجي بقى الصور كالاتي مين اللي عايزين نفرض بقى مين اللي يرث مع الجد عشان نجيبهم كلهم ورا بعض احد الزوجين البنات الفرع الوارث المؤنث الفرع الوارث المؤنث ايوه والام او الجده
في حد ثاني؟ لا دول بس اصحاب السهم اللي يرثوا مع الجد والاخوه بس. هنجيب الاول الزوج، هنجيب الاول ايه؟ الزوج. الزوج زوج وجد واخ، يبقى الافضل له هنا ايه؟ زوج وجد واخ. المقاسمة. المقاسمة أفضل. 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 أه الزوج هياخد النص. الزوج هياخد إيه؟ ثلاثة من ستة. أقول ستة، خليها عشان نصححها بالعافية. ماشي. قول ستة من 12. ستة من 12 ماشي. هيفضل كام؟ ستة. ستة أسهم. ما هي لازم تستعدل على 12. لو أخذ التلت الباقي هياخد إيه؟ اثنين. لو قاسم هياخد ثلاثة. هياخد ثلاثة. لو أخذ سدس المال هياخد اثنين. هياخد اثنين. والمقاسمة أفضل. زوج وجد وأخوان، هنا تستوي المقاسمة والسدس وثلث الباقي. كده واضح؟ هياخد اثنين. هاتها على ستة. هاتها على ستة. الزوج ثلاثة. الزوج ثلاثة. هيفضل معاه ثلاثة. لو أخذ ثلث الباقي أخذ واحد. هياخد سهم. لو أخذ سدس المال هياخد سهم برضه هو. لو أخذ لو قاسم برضه سهم برضه هو. هياخد سهم واحد. تستوي الحول الثلاثة. الثلاثة. هنا تستوي إيه؟ الثلاثة. ده بالنسبة للزوج. جبناها مرة المقاسمة أفضل، مرة ثلث الباقي أفضل، وثلث الباقي والسدس سواء. سواء ده بالنسبة لإيه؟ للزوج. طب نجيب الزوجة معاه. زوجة وجد وأخ، دي من أربعة. دي من أربعة. طيب الزوجة هتاخد إيه؟ واحد. واحد. هيفضل معاه ثلاثة. هيفضل معاه ثلاثة. آه. معايا بقى الأخ وال هتصححها من ثمانية عشان تمشي. من ثمانية؟ أيوه. طيب يبقى هي كده هتاخد اثنين. الزوجة. اه. هيفضل معايا كام ساعه؟ هيفضل معايا ستة. أيوه. ماشي. ستة. ماشي. يبقى قلنا جد وأخ وزوجة. يبقى الأفضل له هنا ثلث الباقي ولا المقاسمة؟ المقاسمة. هنا المقاسمة. المقاسمة. هياخد ثلاثة على ثمانية. أيوه. هياخد ثلاثة؟ اه. طيب زوجة وجد وخمسة أخوة على طول إيه؟ الإجابة سريعة بقى. ثلث الباقي. ثلث الباقي. نعم. أخذ السدس؟ لا ثلث الباقي. ثلث الباقي. نعم. الزوجة عايزة الربع. هيفضل كام؟ ثلاث أرباع. اه. لا لما ياخد ثلث الباقي هياخد إيه؟ هياخد ربع لوحده. ربع لوحده. اه. الربع أكثر ولا السدس؟ لا الربع. تمام. كده واضح؟ طيب. الأم وجد وخمسة أخوة. ماشي. الأم لها إيه؟ لها السدس. السدس. فاضل خمس أسداس. خمس أسداس. ماشي. ثلث الباقي أفضل. ثلث الباقي ها؟ ثلث الباقي أفضل. ثلث الباقي أفضل. واحدة 18. ثلث الباقي أفضل. أي من تصح من 18. 18. أي. طيب زوجة وجد وأخت شقيقة. زوجة وجد وأخت شقيقة. المقاسمة. المقاسمة. هاخد ثلاثة على ثمانية. هاخد ثلاثة على ثمانية. على ثمانية. طيب نجيب مين تاني بقى؟ مين اللي فاضل؟ البنات. البنات جبناه. جبنا البنتين. لا خليها بنت واحدة. بنت وجد واخ شقيق برضه هنا هتبقى المقاسمة. المقاسمة بنت وجد وخمسة أخوة. ثلث الباقي. ثلث الباقي أفضل. ثلث الباقي ولا سدس المال؟ ثلث الباقي يستوي. لا ممكن يستوي؟ لا أنا عايز رأي نهائي. هي البنت هتاخد نصف. طب لو ثلث الباقي هياخد سدس. لو بالمقاسمة
لا يبقى ثلث الباقي أفضل. لا ثلث الباقي أفضل. ثلث الباقي كام؟ هيبقى سدس واحد على ستة. طب وسدس المال كام؟ على ستة برضه. يبقى إذا السدس وثلث الباقي سواء. إذا زادوا عن مثلين يعني جد وخمس خمسة إخوة وبنت، يبقى هنا ثلث الباقي وسدس المال سواء، لكن المقاسمة على الضر. خلاص على كده ننتقل بقى لحالة ثانية ولا في حاجة لسه؟ عشان نرتب الكلام بس يعني لو حار. لو معهوش صاحب فرد لا شوف حضرتك شوف دي حالتي انا عايز اقول لسه. الاول هناخد معه صاحب فرد او بدون صاحب فرد صاحب فرد. اذا لم يكن معه صاحب فرد فله الافضل من امرين، المقاسمه وايه ايه يا ستات صاحيات ولا نائمات؟ ها نعم. طيب انا عايز بس يعني ايه حد يبلغني كده بالصوت الايه هادي كده بس عشان اعرف ان احنا فاهمين. اذا كان لم يكن معه صاحب فرد جد واخوه فقط، وجد وايه واخوه، في هذه الحالة إما أن يقاسم أو يأخذ ثلث المال. إذا كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة أفضل. إذا كانوا مثليه تستوي المقاسمة وثلث المال، إذا زادوا عن مثليه الثلث أفضل. يا ثلث المال أفضل. وإحنا قلنا خمس صور فيها إيه؟ فيها أقل عن مثله. يقلون عن مثله. أم جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخ وأخت. كم؟ خمس صور. وعرفنا تفصيل الخمسة. صح كده؟ جد واخ هياخذ النصف والنصف، جد واختان هياخذ برضه ايه وهو مع الاناث عند القسم ايوه هياخذ سهمين وهي سهم، هياخذ النصف. ثلاث اخوات هياخذ اثنين على خمسه. ما اصل المسائل في النسبه للعصبات على عدد الرؤوس، على عدد ايه الرؤوس. سيأتي إن شاء الله في الباب القادم باب الحساب أصول المسائل سبعة، وفي أصلان مختلف فيهما هل هو تصحيح أم تأصيل، والصحيح أنه إيه تأصيل، ولكل وجهة نظر. كده كم صورة؟ خمسة. المثليه ثلاثة، أخ وأخ وجد وأخوان وجد، أربع أخوات وجد والثالثة إيه؟ أخ وأختين وجد. وجد في عدد إيه إذا كان معه إيه؟ أصحاب، إذا لم يكن معه أصحاب فرد. إذا زادوا عن مثليه وذلك في صور لا تنحصر بقى، 10 إخوة وجد، 15 أخت وجد، 12 أخ وجد، كل هذه الصور يبقى ياخذ ايه؟ ثلث الباقي ومع السلامة. ثلث المال. ثلث المال ويسيبهم بقى ايه؟ يتصرفوا مع بعض. أما إذا كان معهم صاحب فرد والذي يرث مع الجد البنات. طب وابن الابن يرث مع الجد؟ معاه بس الجد هياخد السدس فرد وهياخد الباقي تعصيبا. مين؟ ابن الابن هياخد، الجد هياخد مع السدس. هتتغير السدس، هتتغير الابن هيحجب الاخوة. وطول الاخوة الابن هيحجب ايه؟ ما مش هتبقى بقى جد واخوة.
اللي يرث بقى ولا يؤثر معالينا البنات بنات لب احد الزوجين الام والجد. طب والاخ الام ما يرث مع الجد؟ الجد هيحكم؟ هيحكمه. يبقى اذا دلوقتي اذا اجتمع معه صاحب فرض فله الافضل من ثلاثه امور. ما هي يا شيخ احمد؟ ثلث. هنا هيبقى لا في المقاسمه وثلث الباقي وسدس جميع المال. تمام كده واضح. اما ان ياخذ سدس المال كما لو كان معنا مثلا ام وعشره اخوه يبقى الافضل له ايه؟ انقاسم الافضل له في السدس. الافضل له هنا ايه؟ السدس ولا ثلث الباقي ولا المقاسمه؟ لا هيبقى سدس المال. احسب كويس خلي بالك. طيب هو هنا لو ثلث هياخد لو ثلث الباقي هنا هياخد كام؟ خمس عندنا خمس اسداس خمس اسداس لو ثلث الباقي هياخد كام؟ 1 على 18. طيب ماشي. ها طيب في لو سدس المال اخد 1 على 6 1 على 6 1 على 6 افضل. لا 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 انت مش عارف تخطط. ثلث الباقي افضل. ثلث الباقي افضل. ثلث الباقي بجد. وام هتبقى هي تصاحب من 18. ايوه الام هتاخد 3. هو هياخد 5 من 18. هو هياخد 5 من 18 والاخ ياخذ 10. طيب ثم قال رحمه الله واحسب بني الاب بقى لدى الاعداد وارفض بني الام مع الاجداد. اذا كان في اخ شقيق واخ الاب يبقى في الحاله دي نعد الاخوه الاب على الجد. لماذا عددناهم على الجد؟ لأن قرابتهم إلى الجد واحدة. قرابتهم مع الجد الاثنين واحدة. ولكن زاد الإخوة الأشقاء بالأم اللي مالناش دعوة بيها. أهي برضو الصورة الثانية أهي. هذه الفرع الأساسي أهو. وهذه الأب. وهذه الفروع المتفرعة منه. بس الأمهات شتى. ها؟ الأمهات شتى لكن الأب إيه واحد يتجوز 5 فمات منهم 1 كل واحدة خلفت 2 مات واحد وله أخ شقيق والباقي الأخ والأب. تمام يبقى قرابة الأخ الأب زي الجد ولا لا؟ نعم. فإذا بنحسبه على الايه؟ على الإخوة على الجد. مثلا جد وأخي شقيق وأخي الأب. يلا يا مشرح. دول هيبقوا على 3. أيوه. واخد بحضرتك وبعدين الجد هياخد الثلث. أيوه. ونرد ما أخذه الأخ الأب إلى الاخ الشقيق. تمام ولا يرث واحسب بني الابي لدى الاعداد وارفض بني الام على اجدادي لان الاخ الاخ والام محجوبون بالجد. نيجي بقى حضرتك لا يرث الاخوه الاب مع الاخوه الاشقاء مع الجد والاخوه إلا إذا كانت أخت واحدة وبقي بعد فرضها شيء وذلك في صورتين. الصورة الأولى جد وأخت شقيقة وإخوة الأب أخوان فأكثر. نقول هنا الأفضل إيه؟ جد. خلي سيادتك معايا خليكم معايا جد وأخت شقيقة شقيقة وخمسة إخوة الأب. يبقى الأفضل للجد إيه؟ ثلث المال. هياخد ثلث المال.
يبقى الثلثان. تيجي الأخت تقول يا جماعة أنا عايز النصف لوحدي، أنا عايز إيه النصف لوحدي، نقول لها حاضر، هنقول على ستة، تصحي من ستة. الجد هياخد كام؟ اتنين. ها الجد اخد اتنين والخمسة كلهم اخدوا واحد والاخت اخدت تلاتة، تاخد تلاتة. ادي صورة. الصورة التانية كان ام وجد واخ، نعم كم اخ؟ عشرة. ايوه كان جد واخوه. ايه تاني؟ جد وام وام وعشر اخوه. لا كلهم ايه الاب او ابو كلهم الاب كلهم الاب، اخت شقيقه واحده والباقي كلهم الاب. هنا هي هتاخد السدس، هتبقى المساله اصلها عايزين نصححها. بس عايزين نصحح. انا دلوقتي عندي اصلها 18. الام هتاخد السدس ثلاثة. معايا حضراتكم؟ نعم. الأم هتاخذ السدس ايه؟ ثلاثة. هيفضل كام؟ هيفضل 15. الجد هياخد كام؟ خمسة. 18. هيفضل كام؟ 10. الأخت الشقيقة عايزة ايه؟ نصف جميع المال. كم؟ تسعة على ايه؟ على 18. على 18. يفضل كم سهم؟ سهم واحد. ياخذوه الاخوة الاب. يلا رضا عليهم. بس. لكن فيما عدا ذلك لا يرثون شيئا. لا. يعني الجد كده اخذ ثلث الباقي. ما هو الجد يبقى ياخذ ثلث الباقي. اللي هو ثلث ال 15. خليك اعدها لك ثاني. لا تمام كده. اللي هو الجد هياخذ ثلث الايه؟ الباقي. ال 15. هياخذ كام؟ خمسة. خمسة. كم يبقى؟ عشر. نعطي كان لم يكن معنا يجد بقى، شيل الجد من الحسبة. تعالوا بقى يا أولاد نقسم لكم. نعم الأخت هتقول لك أنا عايز النصف الواحد. تسعة. فضل يا ست النصف بتاعك. هل بقي شيء؟ واحد. يأخذه الإخوة لأب ويقنعه به، يحمد ربنا. لكن فيما عدا هاتين الصورتين لا يبقى للإخوة للأب شيء، وذلك فيما لو كان هناك أختان شقيقتين وإخوة لأب عشرة فقط. يلا يا سيدي، يلا اتفضل. احنا ممكن المسألة تاني؟ لا ما فيش ممكن. يلا انت يا جاب. ها؟ لا ما فيش اختين ياخدوا التلتين. انت هتطلع تشوف الجد هتدوا ايه الاول يا سيدي. لا 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 اصبر اصبر بس الله يرضى عليك. احنا الاول بنورث ونحسبهم اخوه كلهم على الجد، وبعد كده نشتغل بعد كده يعني بتاع عمليه. انت ممكن تطلعها من الاول لكن كده ايه عشان توضيح بس. اختان شقيقتان. أختان شقيقتان وعشرة إخوة لأب. يلا يا سيدي ورثهم الأول. قول لي هنعمل إيه الأول؟ أول حاجة هنشوف أصل المسألة. مفيش أصول. أصل لو دورت على أصل المسألة هتتعب. يبقى الأختان الشقيقتان. خليك معايا. طيب. خليك. إحنا دلوقتي أنت هما زادوا عن مثليه أم لا؟ زادوا عن مثليه. فله الثلث. نعم. طلع له الثلث وخلص نفسه. ده أول حاجة. ده أول حاجة. يبقى الجد خد إيه؟ الثلث. بقي معي الثلثان. البنتين. بس مش بنتين بقى. الأختان الشقيقتان. هياخدوا الثلثان. هيقولوا إحنا عايزين التلتين. ياخدوا التلتين والأخوة والأب إيه؟ يسقطوا. مع السلامة. تمام كده؟ يعني لا يبقى للإخوة لأهل الأب شيء إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا لم يكن معهم إيه؟ صاحب فرض. أخت شقيقة وجد وإخوة الأب.
وعشرة إخوة الأب، وزادوا إيه عن مثليه. يبقى في الحالة دي الأخت الشقيقة أخت واحدة بس، مش اثنين. يبقى الجد هياخذ ثلث المال ويبقى الثلثين. تيجي الأخت الشقيقة تقول له أنت يا جماعة أنا عايزة نصف المال لوحدي، اتفضل النصف. هنخليها على ستة، هنخليها إيه؟ على ستة. هيفضل واحد من كام؟ من ستة. من ستة. من يأخذه؟ الإخوة الأب. الإخوة الأب، أدي واحد. المسألة التانية أم وجد وإيه؟ وأخت شقيقة وإخوة الأب. أم وجد. طب يلا اشتغل يلا. ها؟ أم. أول حاجة نشوف الجد. يعني احنا عندنا أم، هاي. عندنا جد، وأخت شقيقة وإخوة الأب. هي أصلها كام؟ أصلها دي 18. 18 ولا 6؟ كم أخ الأب فيه؟ 20. 20. 18. لا هي أصلها كام؟ 18. 18 تصحيح ولا تقصير؟ تصحيح. تصحيح. وضع الأصل مختلف فيه. هل هو أصل أم مصعب تصحيح؟ لو احنا ضبطنا المسألة مثلا؟ لا، ما هيجي في الأصول. لأن في اختلف في هذا الأصل فيما لو كان فيه أم وجد. هل أصلها 18 ولا أصلها 6 وصحاحتي 18؟ اللي بيقول أصلها 18 ماشي، لكن اللي بيقول أصلها بس 18 لأنها إيه ربما تحتاج لتصحيح بعد ذلك، والتصحيح ما يحتاجش لإيه؟ التصحيح ما بصححش مرتين. هي صححت ليه؟ لأن قلنا أصلها 6. ست، خليك معاي. ليه اللي وصلنا ل 18؟ ما ده الحاجه اللي انا مش عارفها، وحضرتك قلت لي استنى لحد ما نيجي الباب الاصول. ايوه، ايه اللي وصلها ل 18؟ على التصحيح، على التصحيح بنقول 6. الجد له كام؟ الجد ثلث الباقي. ثلث الباقي، والباقي لا ينقسم. الخمسه لا تقبل القسمه على ايه؟ على ثلاثه. على ثلاثه. هنضرب ثلاثة في أصل المسألة اللي هي ثلاثة في ستة. أيوه، يعطينا كام؟ 18. 18. هل بقى 18 أصل ولا تصحيح؟ أنا هقول لحضراتكم لا تعجلوا علي، لا تعجلوا. اختلف، اختلف في ذلك. اللي قال إنه أصل ماشي أصل. ليه؟ لأنه بيحتاج لتصحيح. يعني هل هو تصحيح 18 هذا؟ هو الخلاف لفظي طبعا، لكن هل هو تصحيح ولا تأصيل؟ اللي بيقول تصحيح بيقول لك أصلها 6، لأن مسألة فيها سدس وثلث الباقي، يبقى أصلها 6. طلعنا السهم للزوج للأم أو للجدة، بقي معنا 5، يعني نقسمها على 3 لم تنقسم. ضربنا 3 في أصل المسألة بقى 18. نيجي بقى عند التقسيم. الأم لها كم من المسألة الأولى؟ ليها واحد. ما هو جزء السهم 3. واحد في 3 3. والجد له إيه في الباقي؟ 5. هو كان في الأول ليه 5 على 3. كان ليه واحد، ليه تلت الخمسة. في الاول بقى له تلت ايه ال 15. اللي قال بقى لا، ده ما ينفعش تأصيل، تصحيح لازم يبقى تأصيل. ليه يا سيدي؟ قال لك افرض معايا، احنا بنقول له ايه؟ جد وام وعشرة اخوة عشان نجيبها مظبوطة. كده ايه؟ مظبوط. جد وايه؟ وام وعشرة اخوة. الجد هياخد كام؟ الجد الام هتاخد كام؟ اول حاجه نديها السدس اللي هو 3، والجد هياخد ثلث ال 15 5، يبقى فاضل كام؟ 10. وكل واحد بقى كل واحد 6. طب افرض بدل ال 10 معايا 20، اعمل ايه؟ صححت. عايزه تصحيح اهو، بعمل ايه بقى؟ صححت المصحح، اصحح في المصحح. يعني خبط في المتخبط.
نصحح في المصحح ازاي. فقالوا على كل حال المسألة فيها ايه مش هتفرق كتير يعني. واحسب بني الأب لدى الأعدادي وارفض بني الأم مع الأجدادي واحكم على الإخوة بعد العدي حكمك فيهم عند فقد الجدي. واسقط بني الإخوة الأجدادي حكم العدل الظاهري. وهنا تم ايه الجد والإخوة. هنا بقى فيه ايه مسألة تانية. هذه تسمى المسائل ايه اللي احنا فرضنا فيها للأخت النصف المعادة. يعني ايه معادة؟ يعني عددنا فيها الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء على الجد. وبعد ما خلصنا رجعنا نعيد المسألة من جديد وبنفرد للأخت النصف. هنا بقى في مسألة عجيبة جدا قدرت على زيد مثلا ويعايى بها فيقال مات هذا الأول إيه؟ هذا الأول سلسل سلمان وثاني سلسل طب يلا وضح لنا بقى الزوج زوج اخذ ثلث اللي هو ايه اللي هو 9 من كام 27 طيب بينك كام بقى بينك 18 طيب وال 18 ثلث 18 6 لمين للأم طيب والثلث 12 ها والباقي الراجل وقفها بطريقه بتعرف تفضحها في المايك ها يلا هو جاب من الاخر السؤال ده دايما بنجيبه بعد ما نشرح المساله لا خلاص خليها للاخر عشان يكون الكل فاهم ايه ازاي جت الحكايه دي. بقول لك يعايى بها يلغز بها يعني يقال مات ميت وخلف كام 4 من الورثة. الأول خد تلت المال. أخذ الأول ثلث المال. والثاني الثلث الباقي. والثالث والرابع الباقي. يعني دي لغز من الألغاز. الثالث إيه سيدنا؟ الأول أخذ ثلث المال. الأول إيه؟ أخذ ثلث المال. ثلث المال. والثاني ثلث الباقي. والثالث هوضح لك في النهاية. هو إحنا استعجلنا يعني. في النهاية هتوضح أمامك مكشوف. الأول يقول رحمه الله يلا يا مشرح والأخت إيه؟ والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظوا واشكر ناظم جزاء الله خير سميت الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهب لأنها إيه؟ لأنه لا يفرض للأخت مع الجد في على المسائل المعادة وهنا فرض لها مع الجد. وبعد ما فرض لها النصف هل أعطاه إياها؟ لا. وهي لها أركان زي ما قلنا مشترك المشتركة لها أركان هذه أيضا لها أركان زوج وأم وإيه وجد وأخت والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم زوج وأم يبقى الجد جد خلي بال حضراتكم من الأركان أولا ثم هنورثهم الأول
وبعدين نذكر محترزاتها عشان تطلع حتى. جد واخت شقيقة أو أخت لأب، زوج وأم وإيه؟ وجد وأم. زوج وأم وجد وأخت، أربعة، زوج وأم وجد وأخت. أصل المسألة كام؟ ست. للزوج النصف ثلاثة. اثنين. وهذه الأم؟ هنا اثنين. بينها كام؟ خمسة. كم بقي؟ سدس. سهم واحد. كان القياس أن يأخذه الجد وتنتهي المسألة على كده. صح؟ كما في نظائرها. زي ما عملنا قبل كده. مش بنذي الجد السدس ويقول لهم انتوا بلاقي مع السلامة. لا لا لا، ولم يبقى شيء. هو بقي السدس والاخت المفروض لها النصف. الاخت لها الجد الزوج خد ايه؟ النصف ثلاثة. ثلاثة. والام؟ اثنين. بقينا كام؟ خمس اسداس. خمس. فاضل ايه؟ سهم واحد. كان القياس أن يأخذه الجد وتنتهي المسألة، أليس كذلك؟ نعم. بلى نعم. كمان مرة، زي احنا ما قلنا قبل كده، لو مات وترك زوجة وأما وجد وإخوة أشقاء، زوجة وبنتا زوجة وبنتين وأخت شقيقة وجد، يلا ورقص. الزوج له ايه؟ ثلاثة. والبنتين تمانية بقينا 11. والأم لها اتنين بقينا ايه؟ 13. ومعانا جد وأخت. أيوة. والأخت تروح فين؟ الله يسلمك. الله ما هنا برضو عصب مع الجاب الجد، ما هو الجد معي عصب. بس هي ما نقول لذلك، قول لحضراتكم لقبت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه، فيفرضوا دلوقتي خلص الترك. الزوج عايز ثلاثة. نعم. والأم عايزة اثنين. ها؟ بقي سهم واحد. كان القياس أن يفرض للجد وتسقط إيه؟ الأخت. لكن اللي حصل غير كده. اللي حصل فرضنا للأخت نصف وللجد سدس، عالت إلى بسرعة تسعة. صححنا المسألة ورجعنا تاني بعد ما عملنا كده. ما قلناش لا كده وعلى كده وانتهت المسألة، لا، ده احنا رجعناهم تاني للايه؟ للمقاسمة، هو ياخد قدها مرتين، فبنصححها بقى. ثلاثة في تسعة 27. يبقى جزء السهم معايا كام؟ جزء السهم يا يوسف 3 يا سيدي، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت ان تضل عنه. ثلاثة. جزء السهم كام؟ ثلاثة. ما هو ده اللي بشتغل عليه التصحيح، ده اللي بشتغل عليه. الجد له كام؟ الزوج له كام؟ هنا هيبقى له تسعة كده. ثلاثة في ثلاثة تسعة. والأم لها كام؟ بثلاثة بست. يبقى كده خمستاشر. والأخ والجد والأخت كام مع بعض؟ اتناشر. يبقى تمانية وهي أربعة. ولذلك قالوا بقى قال لك يعايا بها، فيقال خلف أربعة من الورث، هذا الأول ثلث المال، وهو مين؟ الزوج. خد كام؟ تسعة من 27. تسعة نسبتها 27 ايه؟ ثلث.
تسعة من 27 كام؟ كام؟ 18. يا ولا 17. فضلك 18. 18. والأم لها كام؟ ستة. ثلث خارج ثلث الثاني ثلث الباقي اللي هي الأم. خارج ستة من 18. باقي معايا كام؟ 12. هندي الجد هدي الأخت مرتين. لا هي كانت الاول هي ثلاثه الاول كانت الاول اكثر اه ثلاثه انا بيعوداني الى المقاسه أيوة. يبقى الاخت هتاخد اربعه وهو ياخد ثمانيه يبقى الاربعه كام بالنسبه لل 12 ثلث الثلث باقي الباقي والجد ياخذ الباقي كمان مره المساله اصلها سته وعالت الى تسعه وصحت من 27 اتزوج له ثلاثة من الأولى في ثلاثة بتسعة بياخد تسعة من كام؟ من 27 اللي هي ثلث 27 يعني ثلث المال لما نقص تسعة من 27 18 يفضل 18 الأم لها إيه؟ اللي هتبقى ستة اثنين في ثلاثة بستة اللي هم ثلث 18 ثلث الباقي يبقى معنا كام؟ 12 12 على 3 الزوج له الجد ياخد قد البنت الاخت مرتين يبقى الاخت هتاخد ثلث باقي الباقي اللي هم اربعه والجد ياخد الباقي كده تمام يا ساده يا كرام انا عندي سؤال حسن مستظرف فرع على اصلين قد تأصل قابل شيء برضا مالكه ويضمنه القيمة والمثل معه يلا حله أحل إيه أنا عايز أسأل يلا جواب هذا أن شخصا محرما أيوه. عاره الحلال صيدا فأقنعه فأقبضه إياه ثم بعد ذا أتلف المحرم هذا فاسمعه فيضمن القيمة حقا للذي عاره والمثل لله معه ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أيوه يا سيدي اتفضل هي كانت ستة لا هي كانت ستة المسألة أيوه. وبعد كده عالت لتسعة انا ايه اللي اضطريني ان انا اضربها في 3 عشان اصحح من 27 ما هو لما يجي بقى باب التصحيح هتعرف الموضوع ده بقى طيب ايه اللي اضطريني اضربها في 3 انا عندي دلوقتي سهام انا عايز الجد والاخت لهم كام 4 وهاسب على كام هو قدها مرتين على 3 يبقى على كام؟ اه على 3 4 مش هتنفع على 3 هو مضرب 3 في اصل المساله اه والسهام واضرب كله بقى في 3 اديني النسبه اللي انا عايزها تبقى 27 تبقى 27 هقول الزوج له كام من اصل المساله من المساله الاولى اكلي 3 3 في 3 9 ياخد 9 واحسب بقى كده شوف يعني حلو. ما بديهوش النص من 27 ده انا بديله الثلاثة اللي كانت في اصل المسألة ايوه اللي كان حقه لها 27 هاخد النص واجيب لي الباقي منين؟ اه وبضربها في ما هو ده اصل العول هي عالت العول حصل في خلافة مين؟ سيدنا عمر وابن عباس بينكره ولما بيقولوا له يعني في مسائل انت ليه ما رجعتش عمر؟ قال كان رجلا مهابا فهبته لان كل مسألة فيها عول فيها اخوات او بنات أو أخ الأب أو شقيقات أو بنات أو بنات ابن فقالوا نظام خاص به يعني فلقاها سيدنا عمر مثلا جاله زوج وأخت شقيقة وأم ما فرضا يعني فقال ما أدري بأيكم بدأ الله إن أعطيت الزوج النصف لم يأل الباقي لا يفي بحقوق الباقي فأشار عليه سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه العباس عم رسول الله قال له هذا كما لو تزاحمت الديون على التركة يبقى نقص من كل واحد شوي يعني افرض مات وعليه 5000 جنيه لخمس رجال حضرتك لك 1000 وعمك أحمد والرجل 5 لكن الثروة بتاعته كلها 2500 نعمل ايه؟ هنقص من نصيب كل واحد من الدائنين كل واحد ياخد ايه 500 ويلا مع السلامه ادي الموضوع هنا بقى كده عرفنا المساله بتاع الاجدريه
نذكر محترزاتها حاجة حاجة. لو كان بدل الزوج زوجة يبقى زوجة الربع وأم وجد وأخت يبقى أصلها كام؟ ست يا ولد لا هتبقى اصلا 12 الزوجه هتاخد ايوه اصبر عليك اتفضل الزوجه هتاخد 3 هتاخد 3 والام والام هي هتاخد 2 طيب ماشي يبقى كده كام كده 5 طيب خلاص فاضل كام فاضل عندي 7 طيب ماشي فهنا بقى خلاص ما بقتش ابديه بقى ما هنا المقاسمه افضل المقاسمة أفضل أدي واحد يبقى لو كان مكان هناخدها محترزاتها واحدة واحدة مكان الزوجي زوجي طيب مكان الأم هي الأم مش هتغير مكان الأم جدة دي أركان مكان الأم جدة يلا يا سيدي ها لو مكان الأم جدة طيب هي أصلها 6 برضو أول حاجة نشوف الزوجة الزوج هياخد إيه؟ هياخد 3 طيب والأخت ما تسيب الأخت دلوقتي خلي الأخت دلوقتي والجدة تاخد سدس أيوة تمام واحد والجد بس والأخت بس استنى بس استنى واحد يبقى كده 4 فاضل 2 فاضل 2 يبقى الجد والأخت هتاخد يبقى الجد بقى هنا المقاسمة أفضل ولا سدس المال ولا ثلث الباقي ولا ثلث الباقي المقاسمة أفضل يبقى هيقاسم الأخت هي هتاخد تلتين هتاخد تلتين هو هياخد هي هتاخد ثلثي سهم وهياخد سهم وإيه وثلث يعني الاثنين الباقيه دي اقسمها على الثلاثه ايوه اثنين ايوه عايز تصححها بصححها براحتك عايز تصححها اضرب في 3 وهنا معاهم زوجه ما قلنا لا زوج احنا استجبنا الزوجه الاول عبد الحي بيقول لك جابه قال لك بيقول لك تمام يعني طيب الحمد لله زوجه احنا معنا جبنا الزوجه الاول المباراة دي جبنا جدة عشان يفضل حاجة هيفضل معايا 60 عايز تصححها اضرب 3 في 6 تطلع 18 طلع للأم كام للجدة الجدة واحد في 3 3 وطلع للزوج 3 في 3 ب9 صح مش الزوج اخد نص اي ها يبقى 3 في 3 ب9 يفضل كام معاك والام اخدت 3 يبقى فاضل لي 6 6 الجد ياخد 4 والاخت تاخد 2 وخلاص يا ده دخلك شغل تمام يا سيدي نعم متى نستخدم المقاسمه اذا كانت افضل سيدنا بس ما هو المعيار الذي نستند اليه ركز معانا احنا بنتكلم اهو من اول الدرس اللي بنتكلم فيها ركز معانا انت عارف المعيار سيدنا المسألة اللي هي زوجة وأم وجد وأخت زوجة وأم ما هي هتتغير بقى ما تبقاش أقدرية بقى أيوه أنا بقول لك دي أركانها زوجة وأم وجد وأخت أصلها 12 الزوجة عايزة كام؟ الزوجة عايزة 3 والأم عايزة كام؟ عايزة 2 الزوجة تاخد الثلث صح؟ يبقى عايزه 4 4 4 زائد 3 7 7 7 من 12 5 مريان اهو بقى اسال خلص بقى براحتك ايوه صحح براحتك تمام تمام كده ايه خدنا الزوجه وبدل الام جده فاضل معانا ايه بدل الاخت يا عم الشيخ هنا بقى من ضمن المسائل في مسائل في الفرائض كثيرة المرأة فيها أفضل من الرجل
وساعات الراجل ينكد عليها عشتها تقول له يا ريتك ما كنت موجود. هنا بنفس الصوره ونفس المساله، لو كان بدل الاخت اخ، لو كان بدل الاخت اخ باسباب عائله، زوج وام وجد وايه واخ، يبقى الصوره يبقى الحل ايه؟ ما هنا عيب عندي هنا بالاخر، اخر حاجه ايه؟ ها ما هنا هيبقى فاضل السهم واحد اللي هو السوس ده، فياخده الجد والاخ يسقط. طب لو كان بدل الاخ اخوان نفس القضيه؟ لا ليه؟ هيحجبوا الام، هيحجبوا الام ايه بس؟ انا فاكرها كده وضحت كده يعني لسه اللي فيها حاجه في المجدريه. هو احنا كده بندي سيدنا اولويه للجد صح؟ ايوه الاولويه للجد لانه اصلي برضه، مش هو والد، الوالد محترم برضه لازم هو. وفي من يسقط الاخوه بيه، يحجب الاخوه. اظن عند الامام الاعظم ابو حنيفه والحنابلة. لا 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 مش عندهم شيء. يلا مشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ شيخنا وأمنه بالصحة والعافية، وبارك لنا في عمره، وبارك في علمه وعمله وذريته، وانفعنا والأمة به. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: باب ميراث الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. أقول شرع في بيان حكم الجد والإخوة لأنه وعد به فيما سبق بقوله: وحكمه وحكمهم سيأتي، مكمل البيان في الحالات. والمراد بالإخوة الجد ليشمل الأخ الواحد والأكثر ذكرا كان أو أنثى، من الأبوين أو من الأب، دون الإخوة من الأم، لأنهم يسقطون بالجد كما تقدم في الحج. مفهوم هذا الكلام؟ ويفضل ابن الأم. نعم ده البيت بتاع ويفضل ابن الأم بالإسقاطي. علي صدق شو عشان أسمع. ويفضل ابن الأم بالإسقاطي بالجد فافهموا عنه. من اللي حافظ البيت ده بقى؟ ها قول كده. ويفضل ابن الأم، علي صوتك، عايز اللي بره يسمع. ها وإيه كمان؟ ما شاء الله ما شاء الله. عايز تحفظ كلكم تحفظوا الرحبية إن شاء الله. فضل. قال قوله باب الجد والإخوة: واعلم أن الجد والإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من السنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. فمذهب الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن تبعهم كأبي حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وغيرهم رحمهم الله، أن الجد كالأب فيحجب الإخوة مطلقا، وهذا هو المفتى به عند الحنفية. ومذهب الإمام علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم يرثون على تفصيل وخلاف. ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة، ووافقهم على ذلك محمد وأبو يوسف والجمهور، ولكن هذا الخلاف إنما كان في زمن المجتهدين. وأما الآن فقد ضبط الحكم واستقر عند الفرضيين، لا يزاد فيه ولا ينقص عنه. وأشار بقوله: فألقي نحو ما أقول السمع، إلخ
إلى الاهتمام بمعرفة تفصيل أحوالهم وأحكامهم لأنها من المهمات. وقوله اجمع حواشي الكلمات جمعا، أي أحضر في ذهنك أطراف الكلمات المفرقة، واجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله، واهتم بذلك اهتماما زائدا عسى أن تظهر ببعض المراد. واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا بحالي. أقول اعلم أقول للجد مع الإخوة أربعة أحوال: حال يقاسم فيه الإخوة وجوبا، حال يقاسم فيه الإخوة وجوبا، وحال يفرض له فيها، حال يقاسم أيوة ماشي مع ست حال يفرض يعني يقاسم الإخوة وجوبا إذا كانوا إيه أقل من مثليه، وإذا كانوا مثليه فالمقاسمة مثل الثلث، وثلث المال سواء مثل هيقول كده. حال يقاسم فيها الإخوة وجوبا، وحال يفرض له فيها ثلث المال، نعم، وحال يفرض له فيها ثلث الباقي بعد الفروض، نعم، وحال يفرض له فيها ثلث المال، نعم. فيقاسم الإخوة كأخ منهم بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن الفرض، وهو ثلث المال، إن لم يكن معهم صاحب فرض، فإن كان معهم صاحب فرض قاسم الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي بعد الفروض أو ثلث الجميع. وهذا هو المراد بقوله إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، بأن حصل له بالمقاسمة مثل ما يحصل له بالفرض أو أكثر من الفرض، كجد وأخوين وكجد وأخ، فيقاسم فيهما فيحصل له في الصورة الأولى الثلث، فيحصل له في الصورة الأولى جد وأخوين الثلث المال، ثلث المال، نعم، وفي الثانية جد وأخ النصف، النصف، وهو أكثر من الثلث، نعم، وكأم وجد وأخ، للأم الثلث وللجد نصف الباقي مقاسمة كالأخ، وذلك ثلث جميع المال، وهو خير له من ثلث الباقي بعد فرض الأم ومن ثلث الجميع، نعم، وكزوج وجد وأخوين يقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج فيحصل له. أنا اللي مش فاهم حاجة من الكلام ده، أنا طبعا أنا ساكت، أنا ساكت علشان الكلام ده كله شرحناه. لكن سيدنا عم احنا ماشيين محتاجين توضيحات يعني. لا إذا كان في توضيح نوضح، إذا كان في أي إشكال احنا الكلام ده كله شرحناه بالتفصيل ما سبناش منه حاجة، لكن عايزين نعيد نعيده تاني توضيح نعيد. ابدأ تاني. كجد وأخوين وكجد وأخ، يعني يقول إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، بأن لم تنقص المقاسمة عن ثلث الباقي أو ثلث المال أو سدس المال. الأول احنا قلنا في اذا لم يق... انا بقسمها بجيبها على اثنين، على ايه؟ حالتين. الحاله الاولى معهوش صاحب، ليس معه صاحب فرض، وقلنا فيها هو الكلام ده ملخص الكلام اللي كله، وقلنا ان اذا كان معه صاحب ليس معه صاحب فرض يبقى الافضل المقاسمه او ثلث جميع المال. طيب سريعا كده يعني لو وجهه السؤال يرد علي. طيب حضرتك ها تعال ودنك فين؟
جد واخ الافضل له ايه؟ جد واخ وخمس اخوه. جد وخمس اخوه ما شاء الله. طيب جد واخ واخت يا ابو نضاره. ابو نضاره ها أه؟ جد واخ انت بتقول له هو انا عايز هو اللي يسمع. يلا جد واخ واخت الافضل له ايه؟ مقاسمه ولا ثلث المال؟ تدعوها الله يرضى عليكم ابوس ايديكم اسموني معاه. ها الثلث؟ لا المقاسمه. ما هو دلوقتي لو قاسم لو قاسم هياخد اثنين على خمسه. ما المسائل اللي هو فيها العصابات بنقول اصل المساله من عدد الروس. من ايه؟ عدد الروس. عدد الروس. احنا معانا اخت واخ وجد. هنقول بقى دلوقتي اصلها كام؟ اصلها من خمسه. اصلها خمسه، الجد هياخد اثنين. اثنين على خمسه. والاخ اثنين والاخت واحد. يبقى كده احسن ولا ما ياخد تلت المال؟ لا التلت هيبقى اثنين على سته. اثنين على سته. يبقى اثنين على خمسه افضل. افضل. طيب يلا. طيب جد واخت شقيقه وام. نعم. وخمس اخوه. كده هيكون له الافضل ثلث الباقي. هيكون له الافضل الباقي. جد واخت شقيقه وام وخمس اخوه. وام وخمسه اخوه. الافضل له ثلث الباقي. ثلث الباقي. طيب زوج وجد وخمس اخوه. يلا مين اللي هيجاوب بسرعه؟ ها؟ ثلث المال. ثلث الباقي. او ثلث الباقي. ما هو الاثنين سواء يا ولا او سدس المال الاثنين سواء. يعني لما هتبقى من ست الزوج هياخد النصف. يبقى اذا اخذ ثلث الباقي هياخد سهم. اذا اخذ سدس المال سهم. والباقي مع العشر اخوه يتصرفوا فيه مع بعض. واضح كده؟ يلا يا عم. كجد وأخوين وكجد وأخ فيقاسم فيهما فيحصل له في الصورة الأولى ثلث وفي الثانية النصف وهو أكثر من الثلث. وقوله كجد وأخوين هذا مثال استواء المقاسمة مع ثلث جميع المال. نعم. وقوله كجد وأخ مثال لتعين المقاسمة. نعم. وسيأتي التمثيل لتعين الثلث وهو كجد وثلاثة إخوة. ماشي. هنا قوله وهو أكثر من الثلث. هو ليه حط الكلام ده القيد ده؟ ما هو عشان يقول لك الأفضل له إيه؟ ما إحنا خلي بالك. أنت مش قادر تستوعب كلام الشيخ. إحنا بنقول هو عمله إذا كان إما ثلث المال وإما المقاسمة إن لم يكن معهم إيه؟ صاحب فرض. صاحب فرض. وعرفنا الصور اللي فيها المقاسمة أفضل والاستواء المقاسمة وثلث المال. وإذا زادوا عن مثليه يبقى إيه؟ تبقى ثلث المال أفضل. ثلث المال أفضل. طيب إذا كان معهم إيه؟ صاحب فرض يبقى الأفضل من ثلاثة أشياء. أنا بس معليش أنا الشيخ له أنا بغير الطريقة عشان نقرب الأمور. إما المقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس المال. ولا ينقص عن سدس المال. فإذا لم يبق شيء من التركة إلا ثلث المال فرض للجد وسقطت الإخوة. وفرضنا لها صور بنتان وزوج وجد وإخوة. يلا ها هنعدها تاني. وزوج ها
كده دي من 12. لا ايوه ها ماشي. الزوج كده هياخد 3 ماشي. البنتين هياخدوا 8 ادي كده ايه 11. طيب فاضل سهم ياخدوا الجد ويسقط الاخوه. طيب ياخدوا. طب والجد هيقول لك انا عايز السدس ده هيعمل مشكله هيروح يشيلها في الشرطه. أيوه. الجد مش هيسكت. أيوه. نعمل ايه؟ نديله السدس. استصبر يا سيدي يا سيدي الله ابوس ايدك. هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ هروح يشكل انا وانت دلوقتي هتلاقي الشرطه دي هتقبض علينا. ما هو هنا مولانا مش السدس بتاع السهم ده يعتبر سدس؟ لا ده نصف سدس. نصف سدس هيفرض له السدس ويتعول. وتعول ما الاصل 12 في حضرتكم. الاصول منها ما يكون عائل وناقص وعادل ومنها 12 لا تكون عادلة يا إما ناقصة وإما عائلة. يبقى هياخد السدس وهم مع السلامة. يلا يا عم. وفي يا شيخنا كان يعني كان بعض المؤلفين كانوا في مسألة أصحاب الفروض قال لك مثلا إيه إن كان الفرض نصف أقل هيبقى قدامه يا إما المقاسمة يا ثلث الباقي. إن كان كانت الفروض تزيد عن نصف ولا تتجاوز الثلثين هيبقى المقاسمة والثلث. ماشي. إن كانت الفروض تجاوزت الثلثين يفرض له الثلث. ماشي. في ناس برضو قسموها كده. لا لا ما تجيش كده ما تظبطش. ما تظبطش. لا يلا طب. قال وكأم وجد وأخ للأم الثلث وللجد نصف الباب مقاسمة كالأخ وذلك ثلث جميع المال وهو خير له من ثلث الباقي بعد فرض الأم ومن سدس الجميع وكزوج وجد وأخوين يقاسم الأخوين في الباقي بعد فرض الزوج فيحصل له مثل ثلث الباقي ومثل سدس الجميع فلم يعد القسم عليه بالأذى فإذا حصل له بالمقاسمة أقل من ثلث المال فرض للجد الثلث كاملا بشرط ألا يكون معهم ذو سهام أي صاحب فرض كجد وثلاثة إخوة فإنه إن قاسم الإخوة حصل له ربع المال فتنقصه المقاسمة عن الثلث فيفرض له الثلث ويقسم الباقي بين الإخوة على 3 وضابط هذا أن يزيد عدد رؤوس الإخوة على مثلين ولا تنحصر صوره فإن كان أقل من مثلين فالمقاسمة خير له من الثلث وينحصر ذلك في 5 صور اللي احنا وضحناها في البداية. أيوه. وهن جد وأخت له معها الثلثان نعم جد وأخ أو أختان له النصف في الصورتين نعم جد وأخ وأخت أو 3 أخوات له فيهما 5 نعم وإن كانوا مثلين استوى له المقاسمة والثلث 3 صور وانحصروا في 3 صور أي. وهن جد مع أخوين أو مع 4 أخوات أو مع أخ وأختين نعم وتارة يفرض له ثلث الباقي بعد الفروض فيما إذا كان معه أصحاب فروض ولو كان واحدا بشرط أن تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط ولا تنقصه المقاسمة عن سدس جميع المال كأم وجد وثلاثة إخوة للأم السدس سهم من 6 أسهم وللجد ثلث الباقي سهم وثلثا سهم نعم. لأنه إن قسم الإخوة يحصل له سهم وربع وإن أخذ السدس حصل له سهم فالواجب له مع ذوي الفروض خير الأمور الثلاثة وهو هنا ثلث الباقي وكزوجة وجد وثلاثة إخوة للزوجة الربع سهم من 4 وللجد ثلث الباقي سهم وللإخوة الثلاثة سهمان ولو أخذ الجد السدس أخذ ثلثي سهم ولو قاسم الإخوة الثلاثة
حصل له ثلاثة أرباع سهم، فتنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي، فوجب له ثلث الباقي، لأنه خير له من المقاسمة ومن الثلث. وتارة يفرض له ثلث المال مع أصحاب الفروض، وذلك إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث فقط ولا تنقصه عن ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخوين، للزوج النصف وللأم السدس، يفضل ثلث. فإن أخذ الجد السدس أخذ سهما من ستة أسهم، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثي سهم، وكذا إن قسم الأخوين. فالمقاسمة تنقصه عن السدس فقط، فيفرض له السدس، ويفضل للأخوين سدس يقسم بينهم، وكبنتين وزوجة وجد وأخ يفرض له فيها السدس أيضا، لأنه خير الأمور الثلاثة. وأشار بقوله وليس عنه نازلا بحالي إلى أن الجد مع الإخوة لا ينقص عن السدس بالإجماع، فلو لم يفضل عن أصحاب الفروض إلا السدس فقط كأم وزوج وجد وأخ، وكبنتين وأم وجد وإخوة كيف كان، فرض للجد السدس وسقط الأخ أو الإخوة. واضح الكلام ده؟ نعم. وكذلك لو كان الفاضل بعد الفروض أقل من سدس المال كزوج وبنتين وجد وإخوة، أو لم يفضل شيء كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة، فرض للجد في الحالين السدس، وتعول الأولى بتمام السدس، ويزاد في عول الثانية، ولا يسقط الجد، ولا ينقص عن السدس بغير عول بحال، وتسقط الإخوة. وقوله كزوج وجد، كزوج وأم وجد وأخوين، هذا مثال لتعين سدس جميع المال. فجملة ما ذكره الشارح سابقا ولاحقا فيما إذا كان معه صاحب فرض أربعة أحوال: تعين المقاسمة، استواء الأمور الثلاثة، تعين ثلث الباقي، تعين سدس جميع المال. يعني في أربعة حالات: تعين المقاسمة، تعين سدس المال، تعين ثلث الباقي، استواء الثلاثة، زوج وإخوة أشقاء خمسة وجد. يبقى هنا يستوي إيه؟ كويس كمان؟ لا خلوهم أخوين. أخوين ثلاثة. يبقى أخوان وجد وزوج، يبقى الثلاثة تستوي. يبقى السدس بيساوي المقاسمة، والمقاسمة بتساوي تلت الباقي، ثلاثة سوا. هذا فرضناها لكم لو انتبهت. تفضل. وبقي من الصور السبعة ثلاث صور: استواء المقاسمة وسدس جميع المال، نحو زوج وجدة وجد وأخ. واستواء السدس وثلث الباقي، نحو زوج وجد وثلاثة إخوة. استواء المقاسمة وثلث الباقي، نحو أم وجد وأخوين. وبهذا كملت أحواله العشرة المتقدم بيانها. قال: وهو مع الإناث. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وبارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين، آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معه.
عبادك لمالك كلما ذكرك يذكرون غفلا.